ومنها الثلاثة أصول أو الأصول الثلاثة التي تتكلم عنها. وهذه الأصول الثلاثة أو الثلاثة أصول إنما قصدها من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحوال المسلم في القبر في حديث طويل أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حديث عظيم جدا. الزبدة أن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المؤمن والكافر والمنافق أنهم إذا وضعوا في القبر أنه تكون هناك فتنة الممات. ونحن دائما نقول في دعائنا بعد التشهد قبل السلام: اللهم نعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. هذه فتنة الممات، وفتنة الممات هي آخر فتنة يفتن بها الإنسان في هذه الحياة، في حياة البرزخ. وهذه الفتنة هي مجيء الملكين فيقعدانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المسلم فيجيب: ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا هو محمد عليه الصلاة والسلام. وأما المنافق والكافر والمرتاب فإنه يقول: ها ها لا أدري. فأراد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تبارك أن يذكر بهذه المسائل الثلاث أو هذه الأسئلة الثلاثة التي يسألها الإنسان في قبره، فيريد أن يذكرنا: انتبهوا، أجيبوا إجابات صحيحة، تعلموا من الآن من ربكم، ما دينكم، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فهذه هي الأصول الثلاثة التي قصدها الشيخ محمد بن الوهاب، هي مأخوذة من هذا الحديث: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فنبدأ بحول الله وقوته. وبدأ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بذكر مقدمة لهذه الأصول، ثم بعد ذلك يذكرها.